بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، عشاق علم الكلينيكال بايوكيمستري، هتكلم معاكم النهاردة في عملية بنستخدمها كتير جدا في عملية السيباريشن أو عملية الفصل. العملية دي اسمها الإلكتروفوريسيس، من اسمها كده عملية الفصل الكهربي. ودي عملية بيتم فيها فصل المواد على أساس التشارج وعلى أساس السايز. كانت زمان بتضاف أو بتتحط تبع منهج الكروماتوجرافي، ولكن الكروماتوجرافي انتوا عارفين ان هو لازم يبقى موجود في موبايل فيز وستيشنري فيز. فهنا عشان هي ما فيهاش موبايل فيز فتشالت خالص من الكروماتوجرافي واتحطت في طرق الفصل اللي اسمها الكتروفوريسيس او عملية الفصل الكهربي. هنفهم ايه بقى هي عملية الفصل الكهربي. التعريف بتاعها اهو، هي سيباريشن تكنيك. سيباريشن ايه؟ تكنيك بيعتمد على المايجريشن بتاع التشارجد بارتكلز او المولكيولز من خلال ستيشنري ميديم. ادي في ستيشنري فيز اهو، سواء الستيشنري فيز ده كان جل او بيبر، تحت تاثير درايفنج فورس اللي هي الالكتريك فيلد، وبيستخدم في الاناليسس او التحليل او عمليه الفصل بتاع الدي ان اي والار ان اي والبروتين مولكيولز. يبقى خلاصه الكلام ده ان هي عباره عن سيباريشن تكنيك بيعتمد على ان انا بفصل المواد اللي هي التشارجد بارتكلز او المواد الايه المشحونه في فيلد الكتريك فيلد والدرايفنج فورس او الدرايفنج موتيف فورس يمين هي الالكتريك فيلد، وعرفنا هو بيستخدم لفصل ايه. هنفهم واحده واحده الفكره كلها. ان انا لو جايب هنا سبورتنج ميديا وحطيت الماده بتاعتي ايه اللي انا عايز افصلها، وصلت هنا ب الكترود موجب وهنا الكترود سالب، وهنا كانت الحاجات دي شحنتها يعني في حاجات منها مشحونه، فالموجب هيروح ناحيه السالب والسالب هيروح ناحيه الموجب، وبكده الماده هتنفصل. فبنقول اهو اي تشارجد ايون او مولكيول مايجريت بيهاجر لما بيتحط في الكتريك فيلد. المايجريشن بيبقى رايح ناحيه الاوبوزيت تشارج، يعني البورس. وطبعا بقى طب كده انا كده فصلتهم على اساس مين؟ على اساس التشارج. امال فين يا دكتور انت بتقول لنا ان انت كمان بتفصلهم على اساس السايز؟ ما هو الماتريكس اللي انا عاملها دي ليها بورس، هي بتبقى عباره عن شبكه كده الجل اللي انا حاطه ده، والماده دي الماده بتاعتي وهي معديه على اساس الحجم بتاعها. لو حاجه حجمها كبير هتمشي مسافه صغيره، لو حاجه حجمها صغير هتمشي مسافة كبيرة. يعني الحاجة اللي جات لي هنا اهو دي، ابقى انا عارف ان هي المولوكولار ويب بتاعها صغير، المولوكولار ويب بتاعها صغير وشحنتها سالبة، شفتوا؟ طب دي اعرف ان المولوكولار ويب بتاعها كبير الى حد ما وشحنتها سالبة، بدليل انها راحت ناحية مين؟ ناحية الموجب. فكده يا جماعة انا بفصل الحاجة على اساس التشارج، وهو بقول لكم الجيل وورك نفسه بيعمل كسيف او كمنخل، بيخلي السمولر مولكيولز تمشي اسرع من اللارجر مولكيول. يبقى ما اجي اقول لكم ايه الايديا اوف سيباريشن، ان احنا نقول التشارج وايه كمان ها والسايز او المولكيولر ويت. مين اللي بيتحكم في الحركه بتاعه التشارج؟ الالكتريك فيلد. طب مين اللي بيتحكم في الحركه بتاعه السايز او الحجم يبقى كبير او صغير؟ السبورتنج ميديم نفسها اللي انا مستخدمها، اللي هو ممكن يبقى جل، على فكره ممكن يبقى جل، ممكن يبقى فلتر بيبر، ممكن يبقى مواد تانيه كتيره هنتكلم عليها كمان شويه. ايه العوامل اللي بتاثر على المايجريشن من خلال الالكتروفوريسيس؟ كلام فاضي طبعا كلنا عارفينه. الشحنه بتاعه الجزيء، قوه التيار الكهربي اهو، الاسترينث بتاع الالكتريك فيلد، الحجم والشكل بتاع الجزيئات، شكل السبورتنج ميديا اللي هو بقى هل هو جل ولا فلتر بيبر ولا ايه بالظبط، ودرجه الحراره. مهمه العوامل، مهمه العوامل. نقول تاني، يبقى الشحنه اللي موجوده على الجزيء، اكيد اكيد قوه التيار الكهربي اللي انا مستخدمه، السبورتنج ميديا البورس سايز بتاعته، يبقى اذا الشكل والحجم بتاع البارتكلز، ودرجه الايه ودرجه الحراره. ده شكل للجل الكتروفوريزيس. انا مثلا هفهمكم اهو، احنا بنبقى مصنعين ده الجل اللي هو السبورتنج ميديا، وبعدين ببدا احط انا السامبل بتاعتي اهي، ببدا احط العينه بتاعتي في الخروم اللي بتبقى الويلز اللي معموله فوق دي، والويلز اللي معموله فوق دي يا جماعه بتتعمل بحاجه اسمها الكومب، مش هشرح لكم دلوقتي هي بتتعمل ازاي. وبعدين ببدا اصب العينه بتاعتي او احط العينات بتاعتي هنا،
وبعدين ببدأ أحط الغطاء، وآدي الأنود اللي شحنته موجبة، وآدي الكاثود اللي شحنته إيه سالبة، وبنبقى حاطين بافر سوليوشن أهو، بافر عشان يساعد في عملية الإيه الفصل. أول ما بحط الغطاء اللي بيبقى عليه الإيه الأنود الكاثود اللي هو الشحنة الإيه السالبة، بيبدأ بقى عملية الفصل إيه تتم، وأسيبه فترة من الوقت. هبص ألاقي بقى العينات اللي أنا حاططها هنا بدأت تمشي أو تتحرك، وهتمشي مسافة معينة وتقف. بقوم أنا جاي واخد الجل ده بعد كده وأعمل له ستينينج، يعني بصبغه أهو زي ما أنتم شايفين. ألاقي بقى فيه باندز كتيرة، يعني أنا كنت حاطط هنا عينة، العينة دي انفصلت، أدي 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. أبقى أنا عارف إن اللي مشيت مسافة كبيرة قوي دي هي أصغر فراجمنت، واللي تنتها فوق خالص دي هي أكبر إيه أكبر فراجمنت. طيب هي كانت ماشية هنا الإلكترود السالب صح؟ وهنا الإلكترود الموجب. فإذا هي كانت ماشية كده يبقى ده هي شحنتها أكيد أكيد أصغر واحدة وشحنتها موجبة. فهمنا؟ يا ريت نكون فهمنا. يبقى أنا كده عملت عملية فصل على أساس إيه؟ على أساس أهو شوفوا هنا دي الهاي مولوكولار ويت بروتين عشان تنتها ما مشيتش مسافة كبيرة، إنما اللي تحت دي لو مولوكولار ويت بروتين، ده لو العينة اللي أنا بفصلها كانت إيه؟ كانت بروتين. نشوف الكلام ده بقى بالتفصيل. اهو بقول لكم ان الجزيئات اللي ليها او الحاجات البايو مولكيولز اللي هي الحاجات البيولوجيه اللي ليها ايونايزابل تشارج هي مين؟ انا بقدر افصل بيه ايه؟ بروتينز، احماض امينيه، دي ان ايه، ار ان ايه، اهو امينو اسيد، بيبتايد، بروتينز، كل دي بروتينز اصلا، دي ان ايه، ار ان ايه، ونيوكليوتايد، كل ده دي ان ايه وار ان ايه، وهي دي الحاجات اللي احنا بنقدر نفصلها. مثلا تعالوا ناخد البروتين الكتروفوريزس. يبقى انا هنا بفصل البروتين، الفكره كلها ان كل بروتين بارتكل بيتكون من احماض امينيه، والحمض الاميني انتوا عارفين ان هو كان ار سي اتش سي او او اتش ان اتش 2، ده الشكل اللي احنا عارفينه. ولكن هو في الحقيقه لو اتحط في وسط، تعالوا كده نفسرها، ادي ار سي اتش سي او او اتش ان اتش 2. لو انا حطيته في وسط حمضي يعني فيه هيدروجين كتير، دي هتستقبل هيدروجينه ويبقى ان اتش 3 ويبقى عليها شحنه موجبه. يبقى هو في الوسط الحمضي بيبقى عليه شحنه موجبه. طب في الوسط القاعدي هتبصوا تلاقوا ان محطوط فيه او اتش، الاتش ده هتتشال وتبقى دي سي او او نيجاتيف. ملاحظين ان هو بيتكون عليه تشارج، بيتكون عليه شحنات زي ما احنا شايفين اهو، هنا في الوسط الحمضي، هنا في الوسط القاعدي. طب ولما يبقى موجود عليه الشحنتين الاثنين، يبقى از هول ككل كده هو نيوترال متعادل، ولا هيعرف يروح ناحيه الكاثود ولا هيعرف يروح ناحيه الانود، ولكن بريسبيتيتد او يقف في مكانه. وبنسمي النقطه دي الايزو الكتريك بوينت. الايزو الكتريك ايه بوينت. تعالوا نشوف الكلام ده. بقول البروتين الكتروفوريسيس، الفكرة كلها ان كل بروتين في المحلول بيبقى ليه بي اتش معينة، عندها عدد الانينز اللي هي الشحنات الموجبة السالبة بتساوي عدد الكاتاينز اللي هي الشحنات الموجبة، وفي المحلول او في الوقت ده بيبقى الكتريكالي نيوترال، بيبقى متعادل كهربيا، وبنقول عليه سفيتر ايون. والنقطة ده او البي اتش دي بنسميها الايزو الكتريك بوينت، وساعتها لا هيروح ناحية الكاثود ولا هيروح ناحية الانود. البي اتش دي بنسميها الايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك بي اتش بتاع البروتين، والبروتين في الوقت ده بيبقى موجود على هيئه سفيتر ايون، وقلنا يعني سفيتر ايون اللي بيبقى موجود عليه شحنه موجبه وشحنه سالبه. والبروتين مولكيول في الوقت ده دونت مايجريت، يعني مش هيهاجر في الالكتريك فيلد. في الالكالاين ميديوم مثلا، في الالكالاين ها يعني فيها او اتش، الاتش اللي موجود على السي او او، يبقى السي او او اتش دي بروتينيتد او هتفقد الهيدروجين، اهو السي او او اتش جروب بتاعت الامينو اسيد دونيت الهيدروجين، هتفقد البروتين بتاعها وتبقى سي او او نيجاتيف، وتبقى موجوده في صوره انين، وبالتالي بروتينز في الالكالاي ميديا بيبقى عليه شحنه سالبه، بيبقى موجود في صوره انين وبيروح ناحيه الانود اللي هو الايه البوزيتيفلي تشارجد الكترود. في الاسيدك بي اتش العكس بقى، الان اتش 2 هتاخد هتستقبل هيدروجين وتبقى ان اتش 3 فيبقى عليها شحنه موجبه، يعني يبقى كاتاين فيروح ناحيه الكاثود، فيروح ناحيه الايه الكاثود اهو اللي هو النيجاتيفلي تشارجد الكترود.
هنا رسمة بتوضح الكلام ده. ده الأمينو أسيد لما بيبقى موجود في صورة فيتر أيون لا بيروح ناحية الكاثود ولا بيروح ناحية الأنود. طيب والنت تشارج هو زيرو، ودي اسمها الأيزو إلكتريك أي بي اتش أو الأيزو إلكتريك بوينت. لما بيتحط فيه ألكالاين ميديا يعني فيها أو اتش، هتلاقوا إن ال اتش دي هتروح مع ال أو اتش دي ويبقى بالشكل ده. يبقى أناين في الألكالاين بيبقى عليه شحنة سالبة، تمام؟ فيروح ناحية مين؟ الأناين هيروح ناحية الكاثود زي ما احنا قلنا. الأناين هيروح ناحية سوري ناحية الأنود، الأنود. أما الكاتاين هيروح ناحية الكاثود، سي مع سي وإي مع إي مع إي. يبقى ده بقى لما يتحط عليه الحمض هتبصوا تلاقوا أو يتحط عليه اتش، الاتش دي هتيجي هنا فيبقى عليه شحنة إيه؟ موجبة في الوقت ده، فيبقى كاتاين وموجود في الأسيدك بي اتش، ويبقى النت تشارج بتاعته إيه؟ بلس 1، ويروح ناحية الكاثود. يبقى في الألكالاين بي اتش بيبقى عليه شحنة سالبة بيبقى أناين ويروح ناحية الأنود، في الأسيدك بي اتش بيبقى كاتاين ويروح ناحية الكاثود. ده كده كان فصل البروتينز وفكرة ازاي البروتينز بيبقى موجود عليها شحنات. هنا برضو بنقول ان احنا بنستخدمه في فصل ال DNA وال RNA، وانا هقول لكم السؤال هنا انا بجيبه ازاي. خليكم بس معايا. كده كده ال DNA مشحون، وكده كده هو مشحون بشحنة موجبة بشحنة سالبة نتيجة وجود الفوسفات اللي موجود عليه. اهو ده ريمين نيجاتيف ات اني بي اتش. يبقى اما اجي اقول لكم فصل البروتينات بيعتمد على التشارج وعلى السايز، صح ولا غلط؟ صح. ولكن فصل الاحماض الامينيه بيعتمد على الاحماض الـ او الدي ان اي والار ان اي اللي اسمها الاحماض النوويه. دي بيتم فصلها فقط على اساس ايه؟ على اساس السايز. هي كده كده كلها عليها شحنه سالبه، يعني كلها أناينز، كلها هتروح ناحية الأنود. فبنقول اهو هي نيجاتيف ات اني بي اتش، فأي بي اتش هي شحنتها سالب نتيجة وجود الفوسفات جروب على كل نيوكليوتايد. والإلكتروفوريتيك سيباريشن بتاع النيوكليك أسيد بيعتمد أساسا على مين بقى؟ على السايز. ولكن بتاع البروتينز كان بيعتمد على التشارج على أساس إنها بتختلف في الشحنة بتاعتها وعلى الإيه؟ السايز. ايه مكونات بقى الالكتروفوريزس؟ اولا الدرايفنج فورس، دي درايفنج مش دايفنج، درايفنج ايه فورس اللي هي الالكتريكال باور او التيار الايه الكهربي، وده لازم يبقى تيار كهربي ليه فولتج او فرق جهد او كارنت ثابت. تيار كهربي ثابت من اول التجربه لغايه اخرها. لو قعدت تلعب في التيار الكهربي القيمه او عمليه الفصل هتبوظ. A constant voltage of current of suitable field strength should be maintained، يعني تنين محافظ عليه من خلال العملية من أولها لغاية آخرها. الزيادة في الكرنت بيؤدي إلى زيادة في الحرارة ويؤدي إلى زيادة في الإيفابوريشن أوف إيه؟ أدي عيبها أهو، لو أنا لعبت بقى في التيار الكهربي، أما هلعب في التيار الكهربي هيؤدي إلى زيادة الإيه؟ الحرارة، الحرارة تؤدي إلى تبخر المياه من البفر وتزود الأيونيك كونسنتريشن بتاع الإيه؟ بتاع البفر، يعني من الآخر يا جماعة هيفسد عملية الإيه؟ عملية السيباريشن. السبورتنج ميديا، ايه السبورتنج ميديا دي يا دكتور؟ ما هي دي الحاجه اللي انا هحط فيها العينه بتاعتي اللي ممكن تكون جل او ممكن تكون بيبر، وتعالوا نشوف الحاجات دي. طيب كمان ببقى حاطط بافرز، بس بشرط البافرز دي تكون انارت تماما، انارت هي هتعمل كميديوم فقط فور سيباريشن. السامبلز العينات بتاعتي اللي برضو بوضبها بطريقه معينه، وفي الديتكتنج سيستم اللي هي الصبغه اللي انا بصبغها بعد كده عشان اشوف الماده دي اتفصلت ولا ما اتفصلتش. تعالوا نشوف ايه انواع السبورتنج ميديوم. زي ما قلت لكم اول واحده الفلتر بيبر الكتروفوريزس. تخيلوا انتوا انا ممكن اعملها، بصوا هجيب ادي فلتر بيبر هغمسه في البفر، ادي البفر اهي والفلتر بيبر اهو، والفلتر بيبر ده موجود عليه العينه بتاعتي انا عامل لها اهي، شايفين حاطط العينه بتاعتي هنا اهي، وبعدين وصلت بقى الانود والايه والكاثود زي ما احنا شايفين، فبدات المواد تنفصل على اساس التشارج وعلى اساس السايز. القصه كلها ان انا هنا مستخدم مين؟ مستخدم فلتر بيبر اهو كروماتوجرافيك بيبر، وحطيت انا العينه بتاعتي اهي، وهنا حطيتها تبع الكاثود، فهي لو موجبه هتروح ناحيه الكاثود، لو كاتاين هتروح ناحيه الكاثود، لو اناين هتروح ناحيه الانود، لو ما عليهاش شحنه هتتنيها ثابته في ايه؟ هتتنيها ثابته في مكانها. كمان وهي بتنفصل هنا
على اساس الحجم بقى، لو مشيت مسافه كبيره يعني لو جت لي هنا اهو كده ابقى انا عارف انها حجمها صغير، لو وقفت هنا اهو يبقى حجمها كبير وهكذا. فده البيبر الكتروفوريسيس. البيبر الكتروفوريسيس بستخدم كروماتوجرافيك بيبر كسبورتنج اي ميديا، وطبعا ليها ديفرنت، ادي عيبها بقى انها ليها ديفرنت ادزوربشن كاباسيتي. المزايا بتاعتها انها رخيصه وسهل ان احنا نعملها، وبقدر اعمل بيها هاندلنج حاجات حجمها كبير من العينات، يعني عينات حجمها ايه كبير، ولكن عيبها ان الميكسنج يعني نبص نلاقي ايه، نبص نلاقي بعد ما اصور الورقه واصبغها هبص الاقي ان في سبوت داخله على سبوت تانية داخلين على بعض، اهي دي كده اسمها الميكسنج. الميكسنج اللي ممكن يحصل ما بين الزونز نتيجه الادزوربشن، ادي العيب اللي فيها بقى انها ليها ايه هاي ادزوربتيف باور، وكمان بتاخد وقت طويل قوي في عمليه الفصل. طيب بدانا نحسن شويه وبدانا نستخدم حاجه اسمها سيليلوز اسيتيت الكتروفوريسيس، هو نوع برضو من انواع الورقه بس الادزوربشن بتاعها اقل شويه. اهو بيولوجيكال اسيتيت ممبرين، انتوا عارفين اصلا الفلتر بيبر بيتكون من السيليلوز، دي بقى سيليلوز اسيتيت. بيولوجيكال اسيتيت ممبرين فلتر بتستخدم بدلا من الكروماتوجرافيك ايه بيبر. هي عندها احسن ميزه احسن شويه انها مينيمال ادزوربشن، وبالتالي هيبقى فيه كلير سيباريشن، يعني الزونز مش هتبقى داخله في ايه في بعضها. كمان البيبر كانت بتاخد وقت طويل، لا دي شورت ايه شورت تايم. طب دي بستخدمها في فصل مين؟ بستخدمها في فصل البروتينز، يعني جلايكوبروتين كربوهيدرات وبروتين، الهيموجلوبين ده بروتين، لايبوبروتين اللي بتبقى عباره عن ليبيد وايه وبروتينز وهكذا. المهم ان يبقى موجود في ايه، موجود بروتينز. الجل الكتروفوريسيس، جل الكتروفوريسيس بقى يا جماعه انا بستخدم ايه، بستخدم جل. ايه يا دكتور الجل ده عشان تفهمنا؟ الجل ده يا جماعه بتبقى عباره عن ماده جيلي، عارفين انتوا الجيلي اكيد، يعني طول ما هي سخنه اقدر اصبها واشكلها بالشكل اللي انا عايزه، وبعد ما تبرد هتاخد شكل الجيلي جل. هبدا بقى احط فيه العينه بتاعتي واسيبه ايه يفصل. الجل الكتروفوريسيس ده خلى استخدام الجل كسبورتنج ايه ماتريكس، ودي على فكره بقت الموست كومون ميثود، هي دي اكتر الطرق اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في عمليه الالكتروفوريسيس. الجيل ماتريس لازم تبقى ادجاستبل، عندنا انواع كتيره بقى كل واحد ليه بور سايز معين وليه نتورك معينه وهكذا، ولازم يبقى ليها اهو بور سايز معينه، ولازم تكون كيميكالي انرت عشان ما تتفاعليش مع الماده لان دي سبورتنج ميديا بس. الاساس البورس جيل ماتريكس از يوزد اللي هي بتتكون من كروس لينكد بوليمر، ما انا قلت لكم انها بتبقى عباره عن حاجات عامله كده اهو، وهي بوليمر بعد ما بتنشف بتبقى عامله كده، فهتعمل شبكه على اساس حجم او على اساس السايز بتاع المواد هتقدر تمشي اهو، هتقدر تفصل لي المولكيولز على اساس السايز وعلى اساس الشحنه، لو انا حاطط بقى هنا الشحنه الموجبه وحاطط هنا الشحنه السالبه، فالمواد السالبه هتروح الناحيه دي والمواد الموجبه هتروح الناحيه دي، والمواد اللي مشيت هنا مسافه كبيره هيبقى حجمها صغير، اللي مشيت هنا مسافه صغيره يبقى حجمها كبير. الشكل كمان يبقى بتقدر تفصلها لي على اساس السايز والشيب والشارج والشيب. ايش معنى يا جماعه؟ لو هي شكلها رود بيحصل لها ترابنج بسهوله، اما لو شكلها سفيريكال هتتحرك برضو بسهوله، يبقى الشكل كمان بيأثر. ايه انواع الجل الكتروفوريسيس؟ في عندي حاجه اسمها ستارش جل الكتروفوريسيس، عندي واحد تاني اسمه اجاروز جل الكتروفوريسيس، واحد تالت اسمه بولي اكريلاميد جل الكتروفوريسيس. لو مسكنا الستارش جل الكتروفوريسيس، ستارش جل الكتروفوريسيس، هنا يا جماعه انا بستخدم ستارش. الستارش جل ده بيبقى اقدر مهم قوي بقى ان انت تعرف كل واحده انا بستخدمه لايه. بستخدمه للحاجات اللي هي لارج مولكيولز زي الايزو انزيمز، بنجيبها في الاختيارات. طب ايه عيوب الستارش جل؟ اولا هو فراجايل، هش جدا لانه بيتكون من نشا زي المهلبيه. هل المهلبيه ولا الجلي؟ المهلبيه طبعا اضعف، لو انتوا بتعملوا مهلبيه في البيت هتلاقوا ان هي ممكن يبقى فيها كلاكيع، ممكن تبقى مش 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 متجانسه، مش هوموجينس كده زي الايه زي الجيلي. يبقى هو فيري فراجايل، هش، مش بيستخدم كتير عشان في تكنيكال ديفيكالتي، يعني في صعوبه جدا في ان انا احضر الايه الجل. كمان النشا يا جماعه ممكن يطلع عليه مايكرو اورجانيزم وتقوم جاي مبوظاه، يبقى اللي انا قعدت عملته ده كله ايه باظ. بس احنا بنستخدمه في فصل اللارج موليكيول اللي هي مين؟ الايزو انزيمز. في حاجه تانية بقى اسمها الاجاروز جل الكتروفوريزس، وده بيبقى هوريزونتال. يعني ايه هوريزونتال؟
ما اصل انا لو انتوا لاحظتوا كان عندنا اتنين، واحد هوريزونتال زي ده كده، الجل بيبقى محطوط بطريقه هوريزونتال افقي، واحد تاني كان فيرتيكال. ازاي الفيرتيكال ده يا دكتور؟ ما انا وريته لكم في اول اهي، ما هو كده الجل محطوط بطريقه ايه؟ فيرتيكال، عموديه. فانا عندي نوعين، الجل الكتروفوريسس، خدنا الستارش جل الكتروفوريسس وعرفنا ان هو بيفصل الايسوزاينز، هنشوف الاجاروز جل الكتروفوريسس وده بيبقى ايه؟ هوريزونتال. ايه معنى كلمه اجاروز اصلا؟ الاجاروز ده يا جماعه عباره عن بوليساكرايد، كان بيجي من السي ويد اللي هي الطحالب البحريه. اهو الاجاروز خدناه، الاجاروز والاجاروبكتين، ده كان الاجاراجار لو تفتكروا. الاجاروز جل الكتروفوريسس ده بيتصنع ديزاين فور ايزوليشن لمين بقى؟ للنيوكليك اسيد. يبقى ده معمول لمين؟ للنيوكليك اسيد، وخاصه الحاجات اللي حجمها كبير من الدي ان ايه. هو عباره عن بوليساكرايد جايبينه من الريد سي ويد اللي هي الطحالب الحمراء اللي هو الاجاراجار لو تفتكروا. الاجاروز جل الميلتنج بوينت بتاعته من 35 لغايه 95 درجه سيليزيه، لما ملتد بيبقى موجود على هيت سوليوشن، اما براده بقى هيبقى كروس لينكد جل. هو رخيص ومتاح وعنده بيوريتي نقاء جامد، يعني عندي انواع جريدز كده بنقول عليه، جريد 1 جريد 2 جريد 3 على اساس النقاء ايه بتاعه. عنده لارجر بور سايز وعشان كده انا استخدمته لفصل الحاجات اللي حجمها كبير. ويوزد فور ذا سيباريشن اوف هاي، شفتوا دايما هاي مولكولار ويت. طب هل هو خاص بالدي ان ايه بس؟ لا، ده انا ممكن افصل عليه كمان الهاي مولكولار ويت بروتينز، البروتينات اللي حجمها كبير زي السيرم بروتين وزي الايزو انزيمز في الدايجنوستيك بيربس. واظن انتوا عارفين يعني ايه كلمه ايزو انزيمز، انا شرحها لكم في النظري اما قلنا اللاكتيت دي هيدروجينيز اللي بيجي منه خمس انواع، وهكذا اما قلنا الكرياتين كاينيز اللي بيجي منه ثلاث انواع، وموجودين في تيشوز ايه مختلفه. وطبعا لو انتوا عارفين او فاكرين الكرياتين كاينيز ده مثلا بيزيد في حالات المايوكارديال انفاركشن، اللاكتيت دي هيدروجينيز ده برضه بيزيد في حالات المايوكارديال انفاركشن وبيزيد في حالات الليفر ديزيز، فعشان كده بستخدمه في الدايجنوستيك امبورتنس، اقدر اعرف المكان اللي موجود فيه انفكشن فين او المكان اللي موجود فيه ديزيز فين. الفكره كلها اهو ان انا بجيب الجل اللي هو الاجاروز وبخلطه مع البفر، بدخله جوه المايكرويف عشان اهو بغليه في المايكرويف عشان يسيح بقى موجود على هيت سوليوشن، هقوم جاي سايبه يبرد لغايه 65 درجه سيليزيه، وبعدين اعمل له بورنج في الكاستنج اللي انتوا شايفينها دي او في المولدر. بيبقى المولدر ده بقى بيبقى موجود فيه كومب، شايفين كومب مشط، بنحطه هنا كده عشان يعمل لي خروم، وبعدين اسيبه يبرد واشيل المشط، هلاقي بقى ان الخروم اتعملت فوق اهي اهي. هقوم انا جاي حاطط بقى العينه بتاعتي، الاول احضر العينه، احصل على العينه بتاعتي، وبعدين ابدا ادخلها جوه البورس اللي اتعملت دي، وبعدين اقوم جاي موصل الايه الكاثود والانود، هلاقي عمليه الفصل حصلت. بعد عمليه الفصل بصبغها، الاقي البانز اللي انتم شايفينها دي، وبعدين بقارن بالمايجريشن ريت بالستاندرد كيرف، من خلاله اقدر اعرف السايز او الحجم بتاع الجزيئات بتاعتي. دي كده اوفر فيو للجل الكتروفوريسس. نقولها تاني، جبت الاجاروس جل وحطيته في بافر، غليته وخليته على هيئه سوليوشن، سبته يبرد شويه، صبيته، حطيت المشط عشان الكومب دي يعني مشط، حطيت المشط عشان يعمل لي الفتحات فوق في الجل، وبعدين بعد كده بشيل المشط، وبعد ما يبرد اقوم جاي حاصل على العينه بتاعتي، ادخلها بالمايكرو بيبيت، احطها في الفتحات دي، اوصل التيار الكهربي عشان يحصل عمليه الفصل. شايفين ان هو هوريزونتال افقي اهو، هل احنا لعبنا فيه فيرتيكال ولا حاجه؟ لا. بعد ما عمليه الفصل حصلت، خدت الجل وصبغته، لقيت ان في بانز او حاجات اتفصلت اهي، من خلال الكاليبريشن كيرف هقدر اعرف من خلال المايجريشن هي مشيت قد ايه، اقارنها بالكاليبريشن كيرف او الستاندرد كيرف اللي موجود عندي، واقدر اعرف السايز بتاعها. يعني مثلا اس تي دي لقيتها مشيت مثلا 20 سم مثلا، او مشيت 10 سم، او انا جاي رايح هنا اهو ده بال 10 مللي، هشوف هنا بالملي اقول اه ده هي 10، اقوم جاي طالع فوق اقدر اجيب الايه السايز بتاعها، اقدر اجيب السايز ايه السايز بتاعها، اهو هقول انها مشيت 10، اقوم جاي طالع فوق كده واخد خط اهو، ما ده الستاندرد كيرف، هقول اه يبقى هي حجمها حوالي 11000 دالتون. فهمنا كده؟ ده الجل كاستنج تري، ده طبعا يا جماعه البتاع اللي احنا بنصب فيه الجل اهو، مش مهم تعرفوا الحته دي، مش مهمه خالص. ده الكومب المشط اللي احنا بنحطه اهو عشان يعمل الويلز او الايه او الفتحات. دي اوفر فيو بس كده تعرفوا ايه تشوفوها. النوع الثاني من الجل، يبقى احنا كده خدنا الستارش جل الكتروفوريسس وعرفنا عيوبه.
اتكلمنا عن الاجاروس جيل الكتروفوريسيس، وقلنا ده جميل جدا وكان معمول اصلا في فصل الحاجات اللي هي الدي ان ايه، ولكن قدرنا نفصل منه برضو الحاجات اللي حجمها كبير من البروتينز. هنبدا بقى نتكلم عن البولي اكريلاماين جيل الكتروفوريسيس اللي هو النوع الايه، النوع الرابع. تعالوا نشوف ادي البولي اكريلاماين جيل الكتروفوريسيس. اذا كان الاجاروز جيل الكتروفوريسيس بيبقى هوريزونتال فده بيبقى ايه، بيبقى فيرتيكال. البولي اكريلاماين جيل الكتروفوريسيس ده تكنيك بيستخدم في العادي. بصوا بقى ده من اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها سواء في البايو كيمستري او في الفورنسيك اللي هي الكيمياء الشرعيه، في الجيناتيك في الوراثه، في المولكولار بايولوجي، في البايو تكنولوجي، عشان افصل. الله، ها فاكرين ان انتوا الاجاروز جل كان بيفصل ايه، حاجات هاي مولكولار ويت، انما ده بقى بيفصل لو مولكولار ويت ايه، كومباوند سواء كانت بروتينز او سمول فراجمنت من النيوكليك اسيد. يبقى واحد مسؤول يا جماعه عن فصل الحاجات اللي حجمها كبير اللي هو الاجاروز جيل الكتروفوريسيس، واحد مسؤول عن فصل الحاجات اللي حجمها صغير اللي هو البولي اكريلاميد جيل الكتروفوريسيس، ده سواء بروتينز او نيوكليك اسيد، وده سواء بروتينز او نيوكليك اسيد. واحد كان مسؤول عن فصل الايسوزايمز اللي هو الستارش جيل الكتروفوريسيس، ما عدناش بنستخدمه كتير. السيباريشن بيعتمد على التركيز بتاع الجيل اللي انا اللي بيتحكم في البور ايه سايز. طبعا الجيل بور دايما عنده هاف ذا افريج سايز اوف ذا بروتين مولكيولز تو بي سيبريت. الكلام ده كله ما يهمنيش، انا بس عايز اقول لكم ان كل ما زودت التركيز، تخيلوا كده انا جايب البولي اكريلامين جيل الكتروفوريسيس ده بتركيز قليل، فهيحصل كروس لينكينج، فهتلاقوا ان البور سايز حجمه كبير كده شويه. طب زودت التركيز هيعملوا كده، فهتلاقوا ان البور سايز بقى حجمها اكبر شويه، اصغر شويه. طيب زودت التركيز اكتر، فهبص تلاقوا ان هم قربوا قوي من بعض، فبقى حجم البورس بقى حجمها صغير. يبقى اذا التركيز هنا تركيز منخفض، هنا تركيز وسط، هنا تركيز عالي، فهو اللي بيتحكم لي في حجم البور ايه، البور سايز، وبالتالي هيتحكم لي في حجم العينه اللي انا هقدر افصلها. هنا مثلا هنا بوريكو ادي العينه بتاعتي اهي، في حاجات حجمها كبير حصل لها ترابنج فوق، وبعدين حاجات حجمها متوسط جت في النص اهو، وبعدين حاجات حجمها كبير حجمها صغير قدرت تمشي مسافات كبيره زي ما احنا شايفين اهو. تمام، وده بيبقى فيرتيكال زي ما احنا شايفين، عمودي عمودي. تمام، ده برضو شكل الايه، شكل الجهاز. ايه بقى عيوب البولي اكريلاميد جيل الكتروفوريسيس؟ هو اصعب ومرهق اكتر ان انت تحضر الجيل نفسه، وصعب ان انت تعمل له هاندلنج، وبياخد وقت طويل جدا في عمليه البريباريشن بتاع الجيل. كمان بقى في مصيبه ان البولي اكريلاميد جيل ده واحنا بنحضره بيطلع منه مواد سامه ممكن تاثر على صحه الشخص اللي بيشتغل، وساعات الجيل بيعمل ليك او بيسرب من الجهاز بتاعي. دي مقارنه مهمه جدا 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 ما بين الاجاروز جيل الكتروفوريسيس والبولي اكريلاميد جيل الكتروفوريسيس. تعالوا نشوف، ده بولي ساكرايد جاي من السي ويد، دي حاجه كروس لينك بوليمر متصنع من ماده الاكريلاميد. هنا بيبقى هوريزونتالي، هنا بيبقى فيرتيكالي، هنا نون توكسيك، انما ده لا بيبقى نيورو توكسيك. شفتوا نيورو ايه، توكسيك، ده بيفصل الحاجات اللي حجمها كبير، ده بيفصل الحاجات اللي حجمها صغير، بيستخدم للدي ان ايه، ده بيستخدم للدي ان ايه او البروتين. هنا الستيننج ممكن اعمله قبل ما صب اصلا الجل، ان انا ببقى حاطط الصبغه مع الاجاروس جل في البفر، الصبغه بتاعت الماده اللي هتنفصل، فانا هشوف الماده وهي بايه بتنفصل، انما ده الستيننج بتاعه بعد ما بصب الايه جل، وبعد ما بعمل عمليه الفصل بالايه بالكامل. ده كله يا جماعه الجل الكترو ايه فوريسس. بنستخدم مين بقى كمان؟ احنا كده اتكلمنا عن الدرايفنج فورس اللي هو الالكتريكال كارنت، اتكلمنا عن السبورتنج ميديا اللي خدنا فيها يا اما فلتر بيبر يا اما سيلولوز اسيتيت بايولوجيكال ممبرين يا اما جل، واتكلمنا عن الجل، قلنا ان في ستارش جل الكتروفوريسيس، وفي الاجاروز جل الكتروفوريسيس، وفي البولي اكريلاميد جل الكتروفوريسيس. بستخدم بافر كمان، وقلت ان البافر ده كل اللي هو بيعمله ان هو جاست ميديوم فور سيباريشن، ما بيعملش اي حاجه اهو، نوت امبارت ا كيميكال تشينج، ما يعملش اي تغير او يعمل ديناتوريشن للعينه بتاعتي ولا يتفاعل معها، يعني لازم يكون من الاخر انارت، حاجه خامله او ساكنه تماما. طب العينه بتاعتي بقى، العينه بتاعتي ما احنا متفقين ممكن تكون دي ان ايه، ممكن تكون بروتين، ممكن تكون، فلازم بحضر العينه قبل الاستخدام وبشيل منها اي امبيورتيز.
على سبيل المثال الدايليوشن اوف سيرم سامبل طبعا لازم اخففه ذات هاف هاي كونسنتريشن اوف بروتين، لان لو مندخل عينه تركيزها كبير جدا البروتينات هتدخل في بعضها وعمليه الفصل هتبقى مش كويسه. بعد ما بفصل بقى يا جماعه ببدا اشوف الديتكشن، يعني بشوف الايه يعني البانز اللي اتفصلت دي انا هشوفها ازاي او هبدا اعملها ازاي. طيب الكلام ده ان شاء الله نقوله مع بعض الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.